بملكة الله نستعين. أيها الحفل الكريم، نجدد لكم لقاء جديد في شوط جديد وفي شوطنا 22 لجملة أشواط الفترة الصباحية في ثاني أيامنا هذا في هذا المحل، وشوط خاص للبكار من مسافة الكيلوين. مباشرة ناخذ المركز الأول، وهذه الداودية لسالم بن صالح بن سالم بن بريكان المري في مقدمة الشوط، بينما اللي تنافسها من الجانب الآخر المركز الثاني، وهذا تغيير من حاملة الرقم 18 العفريتة سالم بن محمد بن سالم النابت، بينما المركز الثالث وهذه اللي وصلت في هذه اللحظات الضمي ناصر بن محمد مغارب وسلطان الهديفي في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع اللي تسللت وهذه اللي هي زريعه. يا مرحبا بزريعه عبد الله بن محمد بن علي المري الشراب المري، واللي حاز على ثلاث نقاط او نقطتين. يا سلام، مرحبا بك يا ابو محمد في هذا الانطلاق بعد ناموس الريان. يا سلام، هذه زريعه في مقدمه الشوط. زريعه في مقدمه الشوط لعبد الله بن محمد بن علي الشراب البري في مقدمه الشوط عبر الهواء بثا مباشر. يا سلام، في مقدمه الشوط المركز الثاني شعار الهديفي قادم، وهذه الظبي اللي ناصر بن حمد الغانم الهديفي قادمه على المركز الثاني. المركز الثالث، شوفوا هذه ولاية علي بن سعيد بن حلفان المري، شعار كبير خطير عملاق. يا سلام، مرحبا بهذا الشعار، مرحبا بك يا بن بريك قادم في هذه اللحظات في بحور النواميس. سالم بن بريك بن محمد بن بريك المري اللي اليوم يبدأ بالفورمة منذ بداية هذا الموسم. يا سلام، أعود إلى زريعة في مقدمة الشوط، عبد الله بن محمد الشراب المري في مقدمة الشوط. يا سلام، الحلفان قادم، اقتحام من الخلف وتجاوز خطير مشاهدينا الأعزاء. وهذه اللي غيرت، اختلط الحابل بالنابل، وهذه شموخ فيصل بن لهون بن طالب الشبيع. يا سلام، الله، شوفوا القادمة، وهذه أيضا ضرب لتركي بن صهيب الدوسري، ولكن أعود إلى بن شريف، فيصل بن راشد بن شبيع، شموخ الفوز، شموخ العز. يا سلام، تهانينا والناموس لفيصل بن راشد بن شبيع المري على هذا الفوز. المركز الثاني تركي بن صهيب الدوسري، وفي المركز الثالث 41. المركز الثالث، هذه بلج لعبد الله بن علي العذب المري، او حكمه لحمد بن سالم العامري في المركز الخامس. المركز الرابع، بلج لعبد الله بن علي العذب المركز الخامس. وصلت هذه العليا لضيف الله بن عطل بن عيد بن سالم العطوي، تهانينا والناموس. ناموس يا العطوي، تهانينا والناموس لكل الفائزين، وناموس لمالكي شموخ فيصل بن لهون بن طالب بن شفيع المري. سلامي لمالك شموخ، وعلى هذا الفوز، وعلى هذا الناموس، وعلى هذا الانتصار. سلام يا بن شفيع، سلام في هذا الصباح، صباحك فل، صباح الناموس، صباحك سعيد في هذا اليوم مع شموخ العز اللي كانت في اللحظات الأخيرة اللي راقبناها من الخلف، قادمة من الخلف بكل قوة. تهانينا والناموس. وهذا ملخص الشوط الماضي بعد منافسة شديدة وانطلاق وتنافس وتصدق من زريعة، ولكن منافسة أيضا قوية مع الأربع، مع شعار بن حلفان، شعار بن بريك، شعار الكواري، ولكن انتهت الأمور من صالح فيصل بن لهون بن شفيع. وهذه لحظات الوصول، دقيقتين 58 ثانية، 90 جزء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني، المركز الثاني مشكورة أو طرف تركي بن صهيب الدوسري، دقيقتين 59 ثانية، 70 جزء من الثانية. وفي المركز الثالث
وصلت حكمة حمد بن محمد بن سالم عامري دقيقتين 59 ثانية 96 جزء من الثانية.